إكليم اليوم على أولاد صغير كان يحلم برشا، حتى لو كان ساكت برشا. على أولاد كان كي تنظر له في عينيه ترى الطيبة والأخلاق، وفي نفس الوقت التحدي والعزيمة. نحكي لكم على أولاد حشام ما يتكلمش أما خاطب الملايين، تخلوا وسكن قلوبهم. نحكي لكم على عطاء من غير حسابات، على خاطر ما كانش يفهم في الأرقام على قد ما هز قلبه ومحبته للناس ولبلاده. نحكي لكم على قلب الأسد. الكلام اليوم على الهادي برخيصة. تولد الهادي برخيصة في 28 جوان 1972 في جزيرة قرقنة، اللي غادرها في نفس العام مع عائلته وتنقل باش يعيش في فرنسا، وين قضى 6 سنين الأولى من عمره. 1978 يرجع برخيصة لتونس باش يتعلم ويقرأ باللغة العربية، لكن بعده على أمه وبوه خلى الأمر يصعب عليه، وقروا يرجعوا بحذاهم لفرنسا وين عدى 10 سنين كان فيهم غرامه الأكبر هو الرياضة الكل بكل أنواعها. كان خاصة رباح، تغرم بلعب الفولي، التنس، الباسكيت والفوتبول، وعاونته بنيته الجسمانية باش يكون مطلوب في مختلف الرياضات. لكن الهادي كان يرى في كرة القدم الرياضة الأقرب القلب، هي اللي رافعها في مدينته في فرنسا وين عاش وكبر. الناس الكل تلمهم الكورة حتى لو كان يفرقهم اللون، المعتقدات ولا الأصول. الهادي قرر أنه يتفرغ لكرة القدم ويبعد على كل الرياضات الأخرى. في الفوتبول لقى قرب العائلة، وفي الجمهور لقى محبة الأخوات والأصحاب. 1988 في عمر 16 سنة يرجع برخيصة لتونس، وبعد عامين كهو يلتحق بواحد من أعرق نوادي العاصمة التونسية، الترجي الرياضي التونسي، وين يعرف بداية مشواره الرياضي. 31 جون في 1991 كان تاريخ أول مقابلة لي في صفوف الترجي وفي دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. وحتى كان من الأول أدائه ما أقنعش متتبعي كرة القدم، إلا أنه انضباطه في الميدان، اندفاعه البدني الكبير ومواظبته خلاه الكل يقتنع بموهبة ولد قرقنة وعزمه على النجاح. برخيصة مدافع صحيح، مدافع خطير ومنافس شرس، بنيته البدنية اللي تقرب الزوز أمتار، اندفاعه وتحكمه. لكنه كان مدافع من تينة أخرى، كان يطلع يسند هجومات فريقه، يقف في 18 متر وقناص الأصعب الكرات بمهاراته وقراءته للعب وتطبيق متقن الخطط التمرينات. بل هكذا كل ما يطلع على دفاع المنافس يضرب ويوجع. الهادي كل ما يلعب ما يبخلش على جمعيته ولا على المنتخب، يسند ويقف يلعب وتراه من بقعة لبقعة في الميدان، مجند حاضر ومتأهب للانتصار. مميزات خلته يكون ورقة رابحة للترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني في أكثر من مرة. هو اللي توج 3 مرات بطل تونس مع فريقه مواسم 90-91 92-93 و93-94. ربح مع الترجي كأس تونس عام 1991، الكأس العربية، كأس السوبر الأفريقية، والكأس الأفرو أسيوية. وشكون ينسى نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة 1994 ومقابلة قدام الزمالك المصري يهدي فيها بلها اللقب التاريخي للترجي الرياضي التونسي. هدف أول بالراس البلها، وهدف ثالث في عكس هجوم على طريقة كبار الهدافين يحقق بها بلها حلم الملايين ويتوج فريقه ملك على أقوى البطولات الأفريقية. شكون ينسى بلها وكأس إفريقيا 1996 وهدف ضد الموزمبيق بالراس، اللعب لجرينتا، قلب الأسد واقف صور في الجهة اليسار، وفي دوره في بلوغ نهائي كأس الإفريقية في جوهانسبورغ. شكون ينسى أفضل لاعب عربي العام 1995؟ وشكون ينسى الملاعب اللي كان يخوف أعطى المهاجمين ويبهر أقوى خطوط الدفاع بانتفاعه البدني؟ لكن كي كان يخرج من الملعب ما عادش تسمع صوته، عايش بين الموسيقى في أذنيه اللي ما تفرقوش، متخبي تحت كاسكيت قول عليه يحب الناس ما تعقلوش. تصوير صنعت الأول مرة في تونس صورة اللاعب النجم، لاعب مغرومين به كبار وصغار، أولاد جمعيته ولا جمعية أخرين. الناس الكل تحبه، الناس الكل هتتبعه، والناس الكل هتهتف باسمه بلها. وجي نهار 4 جون في 1997 وماتش ودي بين الترجي الرياضي التونسي ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، ماتش معمول للاحتفال والفرجة في الشادلي زويتن، ماتش يعطي فيه الهادي برخيصة كل ما عنده كالعادة، يلعب ويبل المريول باش يفرح الجمهور. لكن قلب الأسد قلبه يقف في وسط الملعب. الهادي برخيصة يتيح على الميدان، ما عادش يتحرك، الجمهور يقف يستنى يستغرب، ايدين الفرق الطبية تسارع في محاولة لإنقاذه، لكن يد الموت كانت أسرع. يتوفى الهادي برخيصة في عمر 24 سنة، فاجعة هزت كل محبي الرياضة
الكل يشاء والله يفعل ما يشاء. هذيك حال الدنيا ما دايما حد طف قلب الأسد. الهادي برخيص وتشيع في موكب كبير ذابت فيه ألوان الجمعيات وحضرت ناس من الأندية الكل. غابت كل الهتافات وعلى كان صوت المحب الاحترام والخشوع. محبة ترجمة نهار مقابلة المنتخب الوطني مع المنتخب المصري في تصفيات نهائيات كأس العالم فرنسا 1998. مسابقة حلم بها بلها مع أصحابه ومع الجمهور وساهم في تحقيق جزء كبير منها. مقابلة بدأت بنشيد وطني تونسي هز الملعب يهتف نشيد يذكر يهتف باسم بلها. مقابلة وفات بالربح والترشح للكأس العالمية كهدية أخيرة لروح الرباح قلب الأسد بلها. الهادي برخيصة حتى لو كان عدى أعوام قليلة معانا ومع جمعيته إلا أنه رسم اسمه بألوان فريقه ألوان الدم والذهب في تاريخ كرة القدم في تونس. الكلام اليوم على الهادي برخيصة. للي ما يعرفوش أسمع منه، هذوما ولاد البلاد، هذوما اللي بناوا البارح، هذوما اللي اليوم قدوة، الأحلام غدوة.